وسط موجة حر شديدة تضرب محافظة أبين. بدأ قرابة 4000 طالب وطالبة امتحانات الشهادة الثانوية بقسميها العلمي والأدبي، موزعين على 77 مركزاً امتحانياً في عموم المحافظة. تدشين امتحانات الثانوية العامة هذا العام تزامن مع ما تشهده المحافظة من ارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة، وصلت في مناطق زنجبار وجعار إلى أكثر من 40 درجة مئوية، وهو ما جعل السلطات تعمل على نقل المراكز الامتحانية إلى مدارس مجهزة بالطاقة الشمسية نظراً للانقطاع المتواصل للتيار الكهربائي، وأملاً منها في توفير أجواء ملائمة لأداء الامتحانات بكل سهولة ويسر. طبعاً الظروف اللي تواجهنا والصعوبة اللي تواجهنا طبعاً الحرارة الشديدة والمرتفعة، ولذلك لقينا إلى تغيير المراكز في المدارس اللي تحتوي على الطاقة الشمسية لتخفيف الحرارة على الطلاب وتوفير جو مناسب لإجراء الاختبارات بشكل جيد. طبعاً المتقدمين للاختبارات تقريباً 3328 طالب وطالبة في القسم العلمي، ومتوزعين على 68 مركز امتحاني، ومعانا 9 مراكز أدبي فيها 256 طالب وطالبة في القسم الأدبي. نقل المراكز الامتحانية وإن كان حلاً للتخفيف من موجة الحرارة، لكنه أوقع الكثير من الطلاب في إشكالية قد تمنع البعض منهم من الوصول إلى مراكزهم الامتحانية في الوقت المحدد، حيث يرى الكثيرون أن الوصول إلى المراكز يتطلب دفع أكثر من 2000 ريال كأجرة تنقل يومية، وهي قيمة مرتفعة بالنسبة لطلاب يعيش أهاليهم أوضاعاً اقتصادية متردية منذ ما يزيد عن 7 أعوام. حاجة يعني بس هيك المشوار هالفراقة على الفراقة سارح وراك، ضرورنا هناك يكون في مراوح في تصليح المدرسة الدور اللي فوق الثاني، يكون ضروري في مشان يدرس الطلاب ويجلس يمتحن هناك، أما هناك من هناك من سواعد تقيلة ما بقدر، هذا تعب. وبين إشكالية بعد المسافة والحرارة الشديدة يضطر العشرات إلى التأقلم مع وضعهم الحالي، خصوصاً وأن السلطة المحلية اختارت تجنبهم الحر حتى وإن مثل ذلك عبئاً إضافياً يثقل كاهل البعض منهم. حل السلطات بالنقل لتفادي الوقوع في الخطر الناجم عن ارتفاع درجات الحرارة كما حدث في العام الماضي، وهو العام الذي سجلت فيه مدارس عدة حدوث حالات إغماء كثيرة لطلاب ومعلمين، بالإضافة إلى حدوث حالة وفاة لمعلمة نتيجة الحرارة الشديدة. لبرنامج أضواء سهيل، عبير علي، محافظة أبين.